يقول بعد تكبيرة الإحرام يرى المصلي فرج في الصف الذي أمامه فيتقدم، فهل يتقدم في الفرج التي بعدها ثم التي بعدها أم لا؟ لا، ما في شك سد الفرج مأمور به، وهو من أفضل الأعمال من مشى إلى فرجة في صف يسدها، ولكن ما يكثر الإنسان المشي في الصلاة، إذا كانت في الصف الذي أمامه يمشي إليها، أما إذا كانت بعيدة ما يكثر المشي في الصلاة. نعم.